وعدنا لكم من جديد مع مهندس محمد علي المهلل الجيلاني. ننتقل للآلة الرابعة وهي ما يخص الفابريك والأقمشة. الأقمشة بمختلف سماكتها أو خفة أو عدد الخيوط اللي فيها، سواء كانت ثقيلة أو خفيفة، شتوية أو صيفية، وكذلك تلبيسات كراسي السيارات، وكذلك أغطية الطاولات في المكاتب أو المنازل. وكثير من الأقمشة الثقيلة والخفيفة طبعا يتم العمل على هذه الآلة، تفرش القماش بالطول المحدد. هنا الطول موجود، هذه الآلة اسمها MCC، الرقم 2518، هذا يعتبر الطول يعني مترين و 518 سنتي. هذا بالنسبة للطول. الآلة طويلة، يوجد عليها مركب ثلاثة بروجكترات، طبعا ممكن تضيف على حسب المساحة اللي انت تريدها اقل او اكثر بروجكتر. يركب طبعا USB على الكمبيوتر. هذا الصور التي تسقطها من البروجكتر على القماش تثبتها على الكمبيوتر، ثم مباشرة يعطي الأمر إلى الآلة، ومن ثم يتم تحديد. طبعا يتم قراءة الخيوط والنقشات عبر العين أو العدسة، ويتم الشغل أوتوماتيك حسب ما يعطي الأمر من الكمبيوتر. هذه الآلة تستخدم للأقمشة كما قلنا، وحجمها أكبر، وتقوم بعمل خمسة عمال كما شرح لي، بأن هذه الآلة موديلها جديد، وأي مصنع ضروري أن يحتاج لهذه الآلة. هذا موديل جديد، وهذه بعض المنتجات المعلقة هنا اللي تم طباعتها أولا عبر الطابعة اللي ذكرناها قبل شوي، وهذه العينات التي تم إنجازها، وكثير من الأقمشة مخلوطة، يعني اللي هو ما بين حرير ما بين قطن ومخلوط، كثير من أنواع الأقمشة. فهذه الآلة كما قلنا مخصصة للأقمشة مختلف أنواعها وأشكالها، وهنا يوجد بعض العينات أيضا كذلك يتم عملها. وكذلك حتى هذا الماتريال البلاستيكية يتم أيضا تطبيقها على هذه الآلة، وهذا واحد من الرولات اللي تم يعني تطبيق عليها على هذه الآلة. نكون هكذا يعني شرحنا اليوم على أربع ماكينات في هذه الشركة اسمها روك. هذه الشركة تقوم بإنتاج هذه المكاين، وأيضا الضمان وتجهيز قطع غيارها لتسهيل المهام والشرح للزبون الذي يشتري، ومهما كانت تواجهته أي صعوبة سيتم توضيح وشرح والرجوع لهذه الشركة في أي وقت. فحاولنا اليوم ننقل لكم معلومات عن الشركة هذه وعن إنتاج هذه المكاين، وإن شاء الله لنا مقاطع أخرى لمكاين أخرى وإنتاجات في مهام أخرى كذلك، من أماكن إنتاجية، تجهيز ورش، مكاين صناعية، تغليف، حقن ونفخ، كذلك البالون، مكاين السفر، سفر الطعام، أكياس الخضر والفاكهة، كلها مكاين إنتاجية، تعليب المياه، خط إنتاج للمياه الصحية، كذلك مكان للعصائر، تعليب، تغليف، صناعة كراتين، كل ما هو منتج من يعني يتم إنتاجه عبر مكينة صناعية. فهذا عملنا وهذه مهمتنا، ونحن نحب أن نقدم شيء مميز، ونحن ليس الوحيدون في السوق، ولكن نتمنى أن نكون نحن المتميزون في العمل الجيد والوقت المحدد
والثقة والتعامل الجيد لإرضاء الزبون. إرضاءكم هو هدفنا، ونتمنى أن نصل إلى نجاح أفضل ومن أحسن إلى تحسن إلى أحسن، وتكون عن هذه يكون النجاح عبركم أنتم. دعمكم لنا وتشجيعكم لنا يجعلنا أن نثابر ونخطو إلى الأمام لكي ننجح سويا. ودمتم بخير، معكم محمد علي المهل الجيلاني، والسلام عليكم.